الملكي لأحمد نيفاوي، أحمد نيفاوي لأحمد حمد دوسري، يصلح لماجد وتبقى الكرة على ماجد، يقوم تاني ماجد ويحطها جول وجول، ويسجل الهدف الخامس بعد 13 دقيقة ونص من الشوط الثاني، يسجل ماجد هدفنا الخامس. خلونا نتابع بالتصوير البطيء، ده حمد الدوسري، ده حمد الدوسري لعبها ثرو لماجد بينية بين المدافعين، ماجد يصلح تبقى الكرة عليها، يخرج الحارس ويغزل الحارس ماجد ويصيب ويمر بالحارس ويحطها بيسار وجول، واصبحت النتيجه